حققت مملكة البحرين إنجازا عربيا وعالميا مشرفا في نتائج اختبارات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم تيمز 2015، والتي شهدت مشاركة العديد من الدول التي استوفت شروط المشاركة، حيث أحرزت المملكة المركز الأول عربيا في نتائج اختبار العلوم للصف الرابع الابتدائي، والمركز الثالث عربيا في كل من نتائج العلوم للصف الثاني الإعدادي، ونتائج الرياضيات للصفين الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي، فضلا عن تحقيق قفزة نوعية ملموسة في التصنيف العالمي لهذه الاختبارات. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم. مساء الخير سعادة الوزير. مساء الخير أستاذة، وأشكركم على اتاحه هذه الفرصة لكي أتحدث مع مشاهدين تلفزيون مملكة البحرين. نعم سعادة الوزير، ما الذي يعكسه هذا الفوز؟ أعتقد أن هذا الفوز يؤكد في أسمى صورة وأوضح برهان قاطع مقدار الدعم الذي تجده وزارة التربية والتعليم من قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ورعاها، والذي مكن مسيرة التعليمية اليوم من تحقيق هذا الإنجاز ليس على مستوى الإقليمي، ونحن إنما نتكلم عن اختبارات دولية. التأهل لها يعتبر أيضا له متطلبات حتى تستطيع الدولة الدخول في مثل هذه المتطلبات، لذلك تجدين أن الدول قليلة اللي شاركت في هذه الاختبارات والدول التي تسعى دائما للتقدم. إحنا يعني أن الكثير أستاذة، يعني في البداية إحنا نهتم أن يكون هناك تقييم خارجي لمسيرة التعليم في البحرين، واليوم الرياضيات والعلوم تشكل عصب مهم جدا في أي تحصيل مدرسي أو جامعي، لذلك احنا سعينا كوزارة التربية والتعليم ان نشارك في مثل هذه الاختبارات الدولية لكي نعرف مستوانا، كذلك ايضا لكي نقوم ببرامج تدريبية على ضوء هذه النتائج وتعديل مناهجنا. وهذا يؤكد ان التطور الذي شهدته وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير المناهج وطرائق التدريس حقق هذه النتائج التي لم تأتي من اعتباط، وإنما أتت بعد جهود مضنية في الواقع بذلها زملائي وإخواني في الميدان التربوي، ونتيجة تعاون أبنائنا الطلبة والطالبات وأيضا دعم أولياء الأمور الكرام. نعم سعادة الدكتور، بلا شك وزارة التربية والتعليم تبذل جهود كبيرة في تطوير مستوى التعليم في مدارس مملكة البحرين، جهود كثيرة على مستوى المدارس وأيضا المناهج وغيرها، ولكن هناك يعني الكثير يشيد بمستوى رقابة مستوى وأداء الطلبة، هل كان لذلك دور في الفوز بهذه الجائزة؟ أستاذة يعني لا شك أن هي عملية متكاملة يشترك فيها المعلم والطالب والوزارة أيضا ونوعية الكتاب، هذا أيضا نتيجة المتابعات، والذي اليوم تم تحقيق إنجاز لبلدكم مملكة البحرين، إنجاز يعني مشهود، يعني أنما تتقدم البحرين 45 نقطة في مجال الرياضيات و15 نقطة في مجال العلوم على مستوى التحصيل، أصبحت هي من أعلى الدول التي حققت مثل هذا النتائج في الاختبارات الدولية، الذي يؤكد يعني مدار الجهد الذي بذل والتحضير الذي أعد حتى تم تحقيق هذه القفزة النوعية في عدد الدرجات، وحتى تم الإشادة بهذا الإنجاز الذي يوضح يعني مقدار التقدم الذي حصلت عليه مملكة البحرين على مستوى التحصيل الدراسي، وهذه نقطة مهمة جدا تعادل المراكز التي حصلت عليها البحرين، حيث أن اخترقنا كثيرا جدا الآن من المستويات التي تنشدها الدول. نعم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.